بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بتعيد الكنيسة بعيد دخول المسيح الهيكل، والعيد دوت بيجي بعد 40 يوم من عيد الميلاد. عيد الميلاد 29 كياك، 40 يوم يبقى 8 أمشير. ده ترتيب الكنيسة برضك، حتة تاريخية حبكم تبقى فيه. طيب 29 كياك، مين قال انه ده عيد الميلاد؟ وش معنى 29 كياك؟ رتبت برضك الكنيسة انه من عيد البشارة لعيد الميلاد يبقى 9 أشهر بالتمام. فعيد البشارة في 29 برمهات، فلما تعد 9 أشهر من برمهات يجي 29 كياك، يبقى من البشارة 9 أشهر الحبل الإله، 29 كياك الميلاد، 40 يوم يجي عيد دخول المسيح إلى الهيكل وتقدمته بعد 40 يوم. طبعا هنا في سؤال، طب مين قال إن 29 برمهات هو عيد البشارة؟ وليه الكنيسة اختارته كده؟ السؤال ده صعب، ولكن اللي قالوه الآباء سبب اختيارهم ل 29 برمهات يبقى عيد البشارة، إنه كان في تقليد عند القدماء المصريين، إنه طبعا أنتوا عارفين الشهور برمتوت بابها تركيا وأمشير، دي شهور مصرية قديمة. فكانوا القدماء المصريين بيعتقدوا إنه بداية الخليقة كان في 29 برمهات، وكانوا بيحتفلوا بيه احتفالات عالمية يعني. فخدت الكنيسة المفهوم دوت منهم وقالت ده بداية الخليقة الجديدة، إنه عيد البشارة، فاعتبرت إنه 29 برمهات ده هو البشارة، وابتدت تعد منه 9 أشهر الميلاد و40 يوم عيد دخول المسيح الهيكل. طبعا الأعياد الكنسية ليها معنى، ده عيد سيدي صغير. لما بيجي عيد سيدي لازم ننتبه، لأن الكنيسة ما حطتوش كده احتفال وخلاص، لا، ليه معنى. تعالوا مع بعض نشوف ايه المعاني اللي في العيد ده اللي تفيد. كانت الشريعة بتاعت موسى اللي ربنا امر بيها ان المرأة لما تولد ابن ذكر تقعد 40 يوم ما تلمسي المقدسات وما تقربش للهيكل، وبعد ما تكمل 40 يوم تاخد طفلها وتروح الهيكل وتقدم ذبيحة، ولو ولدت بنت تقعد 80 يوم وتروح برضك بعد 80 يوم وتقدم الذبيحة. طيب طبعا 40 يوم وتمانين يوم دول، اولا ده كلام ربنا اللي حاطه في الشريعة، طبعا للبنت اكتر لانه بداية الخطية جات من امنا حواء. طيب ايه لازمة ان احنا تقدم ذبيحة؟ وبعدين هنشوف دلوقتي الذبيحة عبارة عن ايه، لكن اي ذبيحة كفارة يعني. فكانت الشريعة بتقول في ذبيحتين بيتقدموا، ذبيحة محرقة وذبيحة خطية. ذبيحة المحرقة دي بتتحرق كلها، وذبيحة الخطية بيشترك فيها الكهنة ومقدم الذبيحة. المحرقة
يعني استغفار لله بسبب. طب ايه الخطية؟ وخطية مين؟ خطية الام ولا خطية الطفل المولود؟ طبعا لا ده ولاد، ولكن هي زرع الخطية المتناسل في الدم من آدم. فكانت تقدم الخطية. طبعا المحرقة ده رمز المسيح اللي قدم ذاته محرقة، وشتمه أبوه صالح وقت المساء على الجلجس. فما فيش هنا حد أخت، ولكن دي الخطية الأصلية اللي بيتولد بيها الإنسان. طب نط بسرعة على العهد الجديد. طب العهد الجديد في إيه؟ في نفس الحكاية، لأنه الكنيسة ما شالتش الشريعة القديمة، لأن المسيح قال أنا ما جئت لأنقض بل أكمل. احتفظ بيها بس بالمعنى الروحي بتاعها. هنا ما فيش خطية خالص، لا على الأم ولا على الطفل، ولكن دي زي ما بقولك رواسب الخطية، زي ما قال بولس الرسول بالموت الخطية دخلت العالم بإنسان واحد وقعدت تمشي. طيب هنشيل ازاي الخطية؟ زمان زي ما بقولك كان بيقدم محرقة وذبيحة خير، النهاردة بالمعمودية، الموت الحقيقي والقيامة مع المسيح. بصوا تدبير الكنيسة، احتفظت بالهيكل اللي من بره 40 يوم و80 يوم، شالت الذبيحة الخروف والحمامة واليمام، وحطت المسيح نفسه موت وقيام. احنا اللي اعتمدنا معهم موت مدفونين معه في المعمودية، وكما أقيم ده نقوم نحن أيضا في جدة الحياة. طيب ده لو أي طفل، لكن لو هو بكر وذكر، يقول لك البكر فاتح الرحم ده يقدم لله، يبقى نذير لله. طيب هل كل بكر فاتح رحم يبقى نذير لله ويتساب في الهيكل ويخدم هيكل؟ الشريعة قال كده، ولكن جه ربنا قال لهم لا، احنا هناخد سبط واحد هو سبط لاوي، ويبقى دوت بالنيابة عن كل الأبقار. فسبط لاوي دوت مكانه الهيكل وخدمة الهيكل، افتدى كل الأسباط باللاوي ده اللي هو بردك المسيح الكاهن الأعظم اللي افتدانا كلنا بنفسه، هو اللي قدم نفسه وافتدانا احنا. طبعا موضوع الفدية وموضوع البكر ده موضوع كبير قوي. ف جات العذراء بقى هنا يعني هنقترب للعيد ده وناخد فايدة جميلة جدا لينا. طب العذراء، انا حكيت على الشريعة القديمة والتدبير، طب العذراء الوحيدة اللي خلفت وفاتح الرحم بس الخطية مش نازلة إليه، ليه؟ لأن كانت بتنزل عن طريق زرع الرجل. طب العذراء الذي حبل بها هو من الروح القدس، وهي قالت للملاك كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجل؟ قال لها الروح القدس يحل عليك. ولما جه يوسف يشك قال له الملاك، وقال له لا تخف، لأن الذي هي حبل بي هو من الروح القدس. إذن هنا في، طب العذراء بتفهم الكلام ده؟ طبعا ده هي الوحيدة اللي عارفة اللي في بطنها ده والطفل اللي في ايديها ده مين ابوه. لو العالم كله من بره مش شايف، اهو في يوسف وفي العذراء مش فاهمين، هي الوحيدة اللي عارفة. طب دي ما فيهاش خطية، ايه اللي يخليها تروح تقدم ذبيحة دي وهي عارفة الشريعة كويس؟ خلي بالك دي متربية في الهيكل وعارفة، وانا عاوز اديك بس صورة على اللي كانوا بيعيشوا في الهيكل دول. دول ما عندهم، فاكرين زمان الكتاب ما عندهمش حاجة خالص غير الـ الشريعة والناموس والأصفار. يعني أنا شفت أب كاهن كان جالنا في مصر الجديدة
من النخيل، لكن اسمه أبونا عبد المسيح سوفيلس النخيل. الراجل ده لما كان يوعظ ولا الجوجل ده بتاع النهار، آيات آيات، إيه الحفظ ده؟ فهو كان بيقول ما إحنا ما عندناش حاجة خالص نعملها، لا مدارس ولا دنيا ولا، ما عندناش غير الكتاب المقدس. كتاب ما بنتعلمش كل، شوف إحنا أي واحد فيكم شوفوا كمية المعلومات وكمية الكتب اللي درسها، إن كان فينا ناس يعني بروفيشنال، لما يرجع يقول إيه كمية المعلومات والكتب اللي قريتها دي، تخيل دول ما كانش عندهم غير الإنجيل حفظوه. فأنا ليه بقول دي؟ إن العذراء كده فهي فاهمة كويس، لكن راحت تقدم ذبيحة. ليه بقى؟ هو ده عاوز تعرف يعني إيه التواضع. كنت بتكلم امبارح على الحتة دي، عارف تعرف يعني إيه التواضع؟ ده عين التواضع، اللي هي حطت نفسها زي بقية الناس، وهي تمتاز عن بقية الناس بما لا يقارن، مش طالبة حتى حقها. الله، طب أنا فين أنا بقى من التواضع ده؟ ده احنا أي واحد فينا يمتاز عن أخوه بشيء عاوز يبين. حتى كنت بقول مثلا الإكليرس، أنا مرسوم قبل فلان، أنا اللي رسمني البابا فلان. أي واحد طبعا عاوز يمتاز عن الغير، دي العكس تمام، دي هي مختارة المملوءة نعمة مختارة وتفوق، وبعدين الحبل اللي هي فيه يونيك، ما فيش كده. فدي والقدوس المولود منها، هتقدم ذبيحة ليه بس دي؟ ولكن راحت زي بقية حسب تتمم شريعة موسى. زي بقول لك، طب ما تعالى ناخد دي أنا وإنت، يعني لو إحنا ربنا مثلا إدانا حاجة، مش لازم ناخد بيها حاجة في الأرض، يعني ميزني أنا كاهن، لا مش عاوز أي حاجة. ميزك أنت شماس، ميزك أنت بذهن وفهم وعقل عن غيرك، ما تاخدش بامتياز عن غيرك، تعامل زيك زي ده. بقول لك آدي تواضع. طبعا الجميل أن العذراء دي أم برضك، زيها زي أي أم ربت الأولاد. طب ما لما ربت يسوع المسيح ربته بالإنسانية المتواضعة دي، لما جه المسيح شفناه متواضع جدا عند نهر الأردن. طب كانوا كل إسرائيل رايحين يعترفوا بخطاياهم عند المعمدة، طب ودوت رايح للمسيح، ده قدوس بلا خطية، طبعه البشري اللي واخده من أمه تواضع، مش في نفس صفوف الناس. بس كان المسيح يدخل ياخد الخطايا عليه ويرفعها، زيه هنا دخل الهيكل، ودي أول مرة يخش فيها الهيكل وهو صاحب الهيكل، شال الذبايح وحطها على نفسه. بقيت القصة يعني إنجيل العشية النهاردة مش جايب، لكن إنجيل القداس بكرة. بقيت القصة إنه لما راحت العذراء مريم الهيكل بعد 40 يوم، كان في راجل اسمه سمعان الشيخ، بنسمع عنه في الإنجيل بتاع صلاة النوم، اللي هو إيه؟ وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان بار تقي، متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه. وإذ أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت حتى أن يعاين المسيح رب، أعلن له بالروح، فقام وذهب إلى الهيكل. إيه كان سمعان بردك، حتى أنا قلتها يوم الجمعة معلش عيدها، سمعان الشيخ دوت يعني في قصتين عليه. قصة المعروفة اللي في السنكسار إنه دوت
بطليموس الحاكم اليوناني لما غادى مصر وأورشليم سبى كتير قوي من أورشليم من اليهود لإسكندرية واليونان. فلما ابتدوا يتغربوا ويضايقوا حب يتقرب إليهم، فقال يترجم لهم التوراة بتاعتهم من العبري لليوناني زيه زي ملوك السبي بتاع زمان بيحاولوا يلغوا الهوية، يلغوا اللغة بالذات زي ما سمعنا في الثلاث فتية. فبعت لرئيس الكهنة في أورشليم قال له بعت لي 72 واحد من الشيوخ علشان يترجموا التوراة من العبري لليهودي، وبعت له هدايا كتيرة، ووعدوا ان هو حيرجع له 120 ألف واحد من اليهود المسبيين يرجعهم تاني لأورشليم. ففرح رئيس الكهنة وبعت له قسمهم 36 فرقة عشان يترجموا التوراة من العبري لليهودي اللي هي المعروفة بالسبتوجين اللي هي الترجمة السبعينية. يعني لو واحد بيقرأ أوي تاريخه ده ممكن الكلام ده يبقى كويش مر، بس ده المعروف عند العامة فحمشي فيه. لما جاء الجزء على سمعان الشيخ يترجم النبوة بتاعة أشعية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانويل، احتار في الأمر، قال ازاي اكتب عذراء تحبل وهل عذراء، يعني هل عذراء يعني النهاردة حتى بعد الحبل، هو ده اللي لخبط. احنا ما بناخدش بالنا مش بس ان عذراء وتحبل، لا هل عذراء اللي هي واقفة وشايلة الطفل ولسه عذراء، فحب حتى يشيل هل عذراء دي العذراء ماشي. قال طب الفتاة، فلما قعد يتحير في الأمر وضميره مش عاوز يغير المكتوب قدامه الحتة اللي مش معروفة قوي، ان هو كان راجل تقي، ابوه من كبار الربيين اليهود المعروفين جدا اسمه هليل. هليل ده صاحب اكبر مدرسة تعليم الشريعة في اورشليم. ابنه هو سمعان الشيخ، وابن سمعان الشيخ غملائيل. طبعا انت كلكم تسمعوا على غملائيل دوت. ليه انا حكيت الحتة دي؟ لان هتشوف تقوى سمعان الشيخ ده مش بس يهودي، ده غملائيل تفتكروا قصته انه انقذ التلاميذ لما حبوا رؤساء الكهنة ياخدوهم ويحكموهم، قال لهم لا لا استنوا ما تعملوش العمل ده لألا يكون الكرازة بتاعت التلاميذ دي من الله، فلوت لا توجد أنتم مقاومين الله، لكن لو مش هي من الله سبوها الذي من الله يثبت ودول حيروح. فغملائيل متعلم من أبوه القصة دي بسرعة. طب القصة دي لليهود ما أمنوش بيها؟ لما سمعان راح الهيكل وزي ما أقولك الروح القدس قال له جواه، سمع صوت جواه انك انت لا ترى الموت حتى تعاين بعينيك مسيح الرب، عاش. ناس بتقول عاش 300 سنة، ناس بتقول عاش 112 سنة، مش ما تفرقش دي معانا، ولكن كلت عينيه من السن، وعين في اليوم المعين الروح القدس حركه يروح الهيكل النهار. زي ما كنت بقول من كم يوم، طب ده الناس كلها في أورشليم عارفة ان الراجل سمعان دوت، الناس عمالة تموت وده قاعد، معروفة قصته، الراجل ده هيعيش لغاية ما يشوف المسيح، ما بيشوفش، فقاعد في بيتهم. لما يلقوه في يوم رايح خارج من بيتهم ورايح الهيكل، أنا تهيألي البلد كلها طلعت تجري ورا، ده قاعد عايش ده كله لليوم ده، يبقى هو ده، يبقى المسيح جاي، فراحوا يجري ورا. ليه بحكي المنظر ده؟ لأن عاوزك تتخيل الهيكل في اليوم ده كان شكله إيه. فدخل وراح مسك خد الطفل من العذراء ورفعه على ايديه وانفتحت عينيه وشاف وقال ايه؟ الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قوله، لان عيني
قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع شو نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. فانفتحت عينيه وبارك. طيب فاليهود كلهم شافوا المنظر ده وأدركوا أنه ده المسيح، ولكن بسبب حقدهم وغزهم ابتدوا يضطهدوا سمعان الشيخ ده خالص، وكل كتاباته طبعا دي اتمحت، لأن سمعان الشيخ دوت بعد ما كده كان بيفسر كل نبوات العهد القديم عن المسيح، وكانت مكتوبة انتهت دي مع مدرسة هليل. طبعا اللي يدرس تاريخ اليهود حاجة زي كده ازاي تروح، لكن فضلت روحه في غملائيل. تاريخ الكنيسة يقول ان غملائيل دوت آمن بالمسيح بعد شوية. ادي قصة العيد. اللي ناخده لينا المسيح اللي شال الشريعة القديمة، شال الذبايح واحتضننا احنا كلنا فيه. حاجة بقى يعني بسيطة لينا، كل مرة الروح بيحركنا ندخل الهيكل، ندخل الكنيسة، احنا مدعوين من الله ان احنا تتفتح عينينا ونشوف الذبيحة ونشيلها. ديكها شالها على ايديه فخد الكرامة دي كلها، ما بالك بإحنا وكرامتنا مع الملائكة، بناخده نتحد بيه ويتحد بينا. بس عاوز العين، اوعى تفتكر انت لما جاي الكنيسة كده، لا ده الروح حركك وقال لك يلا قوم الكنيسة، لانه فينا ناس ما بيقدروش ييجوا لظروف واتيفر. فأي واحد داخل الكنيسة اعرف انه على موعد انه يحمل الرب يسوع جوه قلبه. لربنا المجد دائما أبديا آمين.